السلام عليكم، صباح الخير عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خوتي رانا مسافرين الى ايطاليا، اكزاكت ريميني، رانا نستناو هنايا باش يجي البيوس هنا ان شاء الله. وهاي لي كيس، هاي لي الكابة تاعي والماكلة، نسيت قرعة تاع الماء لازم نروح نشري وحدة. صلي على رسول الله، ونكمل لكم التصوير ان شاء الله في الطريق. سلام. هاو جا هيا، هذا هو وصل خاوتي، نروحو نجرو نقبلو بلاصتنا ومن بعد نكمل لكم التصوير. صلوا على رسول الله. حكمنا بلاصة خاوتي، هاوليك هاوليك الناس هنا. المهم طلق لها طاي كاش كاش تصاور شابين في الطريق، راه نكمل لكم التصوير. صلوا على رسول الله. الحدود السويسرية الألمانية. الناس قاعدة غير هكدا غير من هاني نايض. حنا لازم الكونترول خاوتي، لازم دايما كاين الكونترول. وهاديك هادي هنايا هاني كونترول ديال الألبان العمري. المهم صلوا على رسول الله. في بعض الفاصل صلوا واصل. هاو قالوا لنا دوكا وجدوا باسبوراتكم على سويسرا هنا الألمان هنا. صلى الله على رسول الله، نوجدوا لهم الباسبور. آخر نقطة تفتيش. هذه الألمان هنا سويسرا. آخر نقطة تفتيش رانا. على كل حال داونا الباسبورات. هيا دوك هيا قعد واحد ربع ساعة ولا 10 دقايق يديرو كونترول من بعدها. هذه هي دقيقة هنايا وين آخر نقطة تفتيش من بعد تدخل سويسرا. صلوا على رسول الله. هم جابولنا الكوارط، سمرونا بوحدة 45 دقيقة يا بو العمي. هاهم كونترولي في السيد دوكا 45 دقيقة يا بن عمي. السخانة راه هي راح نلهب. المهم هذه هي تسمى نصيحة خوتي برك، اللي راه حب يفرفر منا ومنا غير غير ينسى للبيس. هذه هي المهم هيك، هذيك هذيك الطوموبيل تاع لادوان تاع الألمان. شوفوا خوتي لي زالمو كاع ما يحبسوش، وهنايا ما على باليش يمكن الخدمة ما عندهمش ولا مهبلونا صاحبي. والله 45 دقيقة صاحبي أنا عرق كاع عرقت. أيا المهم صلوا على رسول الله، ومن بعد إن شاء الله نتلاقاو في ميلانو إن شاء الله. لا 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 لا، كاين هاد البلايص مناظر شابين إن شاء الله نصوروهم لكم في الطريق في الشباب خاوتي. أيا صلوا على رسول الله. أخيرا أخوتي ديمارينا أخيرا خاطي، قلت لكم 45 دقيقة زادوا صمرونا ب 20 دقيقة. هذا السيد ما على باليش انا واش عنده، المهم صمرونا غاية الغاية خاوتي. المهم نصيحة، اللي يحب يجي في الفليكس بوس، هاوليك فليكس بوس، غير ينسى غير ينسى، ولا غير بابك يقرب عليك صح يسلمك. المهم هذه هي خاوتي، تهلاو في روحتيكم، روحوا في بلايص آمنين وربي يستر الجميع إن شاء الله. صلى على رسول الله. ومن بعد يا خاوتي نكملوا لكم التصوير ان شاء الله. صلوا على رسول الله. كاين واحد الجبال شابين هم جايين خاوتي، واحد 45 دقيقه ولا نوصلوا لهم نصوروا لكم. هيا تهلاو في روحتكم وسافر تعرف الناس خاوتي، سافروا خاوتي حوسوا. ما عليش لو كان عندك زوج دور حوس في السفر، وخمسه فوائد اخوك تعرفوهم. صلوا على رسول الله. انا دخلنا سويسرا دوكا، رانا سويسرا. هيا خاوتي بعد الفاصل سنواصل كاش ما نلقاو حاجة شابة نصورولكم.
سنت في الزباس ونشوف قد ايه سنت خطرة ونفس في الزباس. خاوتي عدنا لعود احمد ولاري الاولاني خاوتي بازل لاري الاولاني هنايا هذيك هنا لاكار هيا دوكا يطلعوا شويه ناس من دي ماري وصلوا على رسول الله وصلنا خاوتي لاري الدوزيام وصلنا لمدينة زوريخ دوك انا وصلوا لك الداخل نصور لكم ان شاء الله minutes please stay close to the bus we make a check in and go immediately to Milano so don't go shopping we make check out check in and we go to Milano المهم خاوتنا حدنا العبد احمد رانا هنا يا زوريخ ما بيش راني نبان راني نبان رانا في زوريخ خاوتي هبطنا والله ما المهم نحن بض بلاصتي خاوتي عاد ثاني يدوها هنا يطلعوا الهبرش بي يلقاو بلاصه فارغه يقدروا يدوها المهم رانا في زوريخ ان شاء الله نكمل لكم التصوير بعد ان شاء الله صلوا على رسول الله السلام عليكم عدنا والعود احمد خاوتي درنا باوزة تاع واحد 15 مينوت معناتها 15 دقيقة ركبوا الناس جدد هيا ودي مارينا على بركة الله هيا طريق السلامة ان شاء الله خاوتي دعاء المسافر مستجاب ان شاء الله ربي يعطيكم الخير والبركات وربي يستركم كل واحد متمني حاجة ان شاء الله ربي يعطيها له وربي يحفظ الجميع صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل كما نلقاو حاجه شابه نصوروها لكم في طريق خاوتي ان شاء الله كل واحد بتمنى ربي يعطي له شعور في قلبه هيا بعد ماشي الفاصل لا فاصل لا والو بعد بعد شويه ان شاء الله نكمل لكم التصوير هيا صح خاوتي ادعوا لنا معاكم وراني ندعي لكم خاوتي انتوما ثاني ادعوا لي واضرب الله يدعم خوك يا جدك ما تقعدش تشوف حاولي كتران ليا ها تران تاع زوريخ انا قدام لاكار هنا خالتي تقول رانا في الترك والطرام ويعقب منا تاع سويسرا الله قد قلت على الترك الله يبارك شابة الشافعي قال 5 فوائد في السفر تفريجهم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد صلى على رسول الله وسافر تعرف الناس يا لو كان خوتي واحد يلم شوية يسافر ويحوس ويخرج يبدل شوية جو صلى على رسول الله ونتمنى لأي واحد خوتي يحوس في هذا الصيف ينحي شوية ذيك الخاطر ربي يحفظ الجميع زور يا اخي يا جدك وانا نوري لكم شويه من زوريخ على كل حال ما بقاش غير شويه خاوتي نخرجوا منها نهار شباب هايل ربي يوفق الجميع زوريخ كبيرة خوتي ماشي غير هذه هذا مورسو صغير ها يبارك ما شاء الله
هاي بلاصة أخرى ثانية خاوتي، في الشباب وفي الهبوب وحتى التم قاع. الله يبارك خاوتي. سويسرا يا جدك كما قال له بكري. خاوتي صدقوني بالله أنا راي جاي ديك شغل تشبع. الله المان هما دي جا ولاد عم. بصح أنا نحب الألمان. سويسرا صح شابة وقاعد صح ما نبغي دويتشلاند أنا. يمكن والفت اللغة حتى نادر ألمانية بصح يمكن والفت تماك والفت كل شيء. شابة خاوتي صلوا على رسول الله دائما وأبدا. الله يبارك ما شاء الله. سخان أخاوتي الناس يدور بالبرميدة. شحال الساعة أخاوتي أباكم شحال الساعة؟ راهي العشرة. شوفوا ثاني بلاد خاوتي اي بلاد تلقى فيها الفيلو وتعرف باللي بلاد متقدمه. هذه خذوها من عندي خاوتي يا تسوق عندهم تسوق تاعهم بلاو ازرق. المهم خاوتي نخليكم هنايا. المهم بعد الفصل سنواصل كش نلقاو كاش بلايص شابين في الطريق ولا نصورهم لكم. هيا صح صلوا على رسول الله وضرب الله يدعمكم. شاي شاب الله يبارك ما شاء الله شباب. والله انا كنت حابه اني احبس يدير الستوب سبحان الله تقول ربي تجاب لي شابه. صلوا على رسول الله. عدنا نعود احمد وي راحت لي خاوتي صدقوني بالله غير استنيت هذه اللقطة خاوتي وراحت لي. لو كان ما فيقتنيش اللي راهي قاعدة قدامي. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك راحت خاوتي. المهم خاوتي بلاصة شابة بزاف. أنا على بالي في كومو كاين واحد البلاصة اسمها كومو خوتي جاية ما بين لافرونتيير تاع الطاليان وتاع سويسرا. بصح نسيت بلي هنايا هنا ثاني خوتي كاينة بلاصة شابة. وكان ما خوف في قتني شادي اللي هي قبلي باسكو قهرتني بالكرسي تاعها. شوف الكرسي راهي هبطلها مكسر يهبط عندي. قلت لها راكي ضربكتينا. يا بعدا قالت لي يا ودي مشي انا مكسر. المهم خاوتي بلاصة شابة بزاف هنايا والله ما على بالي واسم. هم بعدا نضرب عليها تقرا اي جا في الانترنت ونقول. المهم انا خاوتي بحيرة والناس ساكنين هاك حسيتها كيما سانتروبي. خاوتي سانتروبي اللي ما يعرفهاش جاية في فرنسا. انا رحت ليها العام اللي فات خاوتي ضربوا طلة في اليوتيوب تاعي ان شاء الله خاوتي تلقاو كل شيء. سانتروبي ثاني هاك خاوتي جبال وبحر بصح هذه بحيره ودايرين خاوتي فيلات تاعهم وكذا. المهم خاوتي ربي يحفظكم يعطيكم الخير. ومازالت كومو القدام ان شاء الله بلاصه شابه ثاني ان شاء الله نزيد نصور لكم. صلوا على رسول الله وبعد الفصل الوصل. عدنا خاوتي العود احمد وثاني هذه بلاصه ثاني جيم وراها خاوتي. شوف الله يبارك بحيره قد الدنيا وشفت عينك. او راحت 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 بلاصة الشابين دايما يجو صح معليش. المهم خوتي حنايا أي بلاصة شابة خوتي نسيو نصوروها لكم ونوروها لكم ونعطوكم مناظر شابين. وانتوما خوتي عليكم تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتضرب اللايك. يلا كيما يقولوا طلاين الراكاسي معناتها يا ليجان ولا شبيبة ولا هيا بعد الفاصل سنوزك شو مزيد نلقاو خوتي رانا نصورو لكم. أنا سنا عاود نولي نكوتي واحد آخر خاوتي. الله يبارك مناظر شابين بزاف خاوتي. الإنسان سبحان الله خطرات هذا اليوتيوب خاوتي اللي مازال ما بداش. والله أنا ننصحو غير ما يبداش باسكو على بالك والله لا يمرضك. صدقوني بالله خاوتي بلاي شابين كيما هذو نعقب عليهم ما نقدرش أنا نشوفهم بالعين المجردة. لازم ديما نفوت فيكم أنتوما نصور. شو خلاص تولي مريض يمحينك بالتصوير. صلى على رسول الله. المهم خوتي هذه البلاصه كاع شابه. اذا زدنا تلاقينا بلاصه زينه ان شاء الله رانا انا زيد نصور لكم. صلوا على رسول الله.
ما تروحوش قلت راح تروحوا ما تروحوش اقعدوا بالزيل يمكن مر هذه الشجر يروحوا خاوتي تولي تبعنا. لا اله الا استغفرك واتوب لك ان شاء الله ربي يحفظكم ويعطيكم الخير ويستركم ويسترنا وكاع امه سيدنا محمد. اللهم اعطينا الخير كله بعد هذا الشهر كله. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم وتوره النبي صلى الله عليه وسلم. انا ووالدي واخوتي واولادي واحبتي وجميع المؤمنين المسلمين والمؤمنين جميع المؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات. ربي يبارك فيكم خاوتي ان شاء الله كل واحد عنده حاجه في قلبه ربي يعطيها له. شوف ذاك المنظرة منه شوف وي شحال شابه ما شوف 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 الناس وين ساكنين يا محاينه كارت بوستال رائع بارك ما كاش الوقت لازم تخطفهم خاوتي هذو البلايص هذوك على بالي مادام راهي مليحه خاوتي ماذا بيا نسرقهم انا. المهم خاوتي بلايص شابين وكاينه هذه كومو خاوتي ان شاء الله كي نوصل ليها ان شاء الله ما نكونش راقد برك باسكو مازال ما رقدتش. لو كان خاوتي نوصل لكم ونصور لكم خاوتي مخوك يحبس واحد الجبال واحد البحر. المهم صلوا على رسول الله خاوتي وهنا نكتفي ان شاء الله بزاف ماشي في بلاصه واحده نصور لكم بزاف. شوفوا ذوك القوره شوف ان شاء الله ربي يعطيك وحده كيما هذه خاوتي. هيا صلى على رسول الله وبعد الفصل سنواصل السلام. شوف خاوتي التمنطيره هذه شحال شابه شوف تستاهل عيونكم الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن جنة الأرض الله يبارك خاوتي. المهم خاوتي راك تعرف تسافر وتتمتع منها راك تشوف ومنها راك تتمتع ومنها راك تصور لخاوتك ثاني يتمتعوا معاك. كاين ناس راهم يتبعوا فيا من كل العالم كل واحد وراه قاعد خاوتي دوكا وراه يتحوس معايا. هذا كان يقولها لي بزاف خويا هواري تحيه ليه حموده وحبابي كاع يقول لي انا كي تكون انت تصور انا نحوس معاك مالغري ما نكونش معاك. الناس اللي تعرف تطلع المورال الله يبارك ما شاء الله عليه ربي يحفظه وصلي على رسول الله وما تنساش تضرب اللايك داعم خوك. راكو تشوفوا فينا بالالوف خاوتي بصح ما على باليش انا هذاك اللي راه يشوف ما يحبش يشترك ما على باليش عليه اسكو باطل يا محانك اشتراك باطل. كون قلنا لكم بالدراهم قال معليش بالدراهم ما تحبش تشترك بالدراهم يا خويا باطل. المهم معليش خاوتي صلوا على رسول الله وهذا فصل سنواصل. خوتي برك هذا وين شفت في الانترنت خوتي اسمه هذا اوبازي اوبازي معناتها هذا ستينلاك هذا معناتها بحيره هذه اللي راك تشوفوا فيها قدامكم خوتي اوبازي وسمع. المهم كي نوصلوا لكومو ان شاء الله ثاني عندهم بحيره كبيره تما ثاني خوتي مخو يحبس قلت لكم بلا بحر لا في كومو ثاني خوتي بحيره. صلى على رسول الله وضرب الله يدعم خوكم بعد ان شاء الله نتلاقاو في ان شاء الله في كومو.
المليار صديقي. حتى في سويسرا كاين لا كومبرومو. بلا ما نقول لك صلى على رسول الله، هذه حاجه باينه تنفعك انت ما تنفعنيش انا. صلي عليه تربح ان شاء الله، ويضرب الله يدعم خوك يا جدك. هيا با ان شاء الله. خاوتي خرجنا من التونيل في واحد المنظر مخك يحبس. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. بحيرة قد الدنيا اون فاس الجبل. الله يبارك جنة الأرض. أوي يا راحت صلى على رسول الله. زدنا خرجنا مرة أخرى فيها يا محنان باسكو خاوتي التونيل هنا. شوف الله يبارك هنا كيفاش الماء خضر يا محنان. زعما حبيت نبديكم دوكا خاوتي من التونيل، عرفتها بلي تخرج. اوي شحال شابه والله، عرفتها بلي في الشباب. زادت راحت. صلى على رسول الله. عدنا العبد احمد كاين خاوتي، على بالك اللي يشوف هذو المناظر خاوتي يموت بالسعاده. وكاين خاوتي اللي ما عنده حاجه يتبعني كي يكون كاين طوموبيلات. كي ما كاينش طوموبيلات ما يتبعش. صح خاوتي الطبيعة يا محينك، ماكش اللي ما يحبش الطبيعة. الطبيعة الخلابة هذي، الطبيعة العذراء هذي، هذي هي خاوتي ماشي عذراء هذي. وشوف الناس ساكنين هنا خاوتي ومسقمين والدنيا مدنية خاوتي. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. حنايا بالنسبة لنا الطبيعة العذراء هي اللي ما وصلهاش البشري. هادو خاوتي وصلوها البشر وهم ساكنين فيها، والنقا خاوتي يبعبع يا جدك. الله يبارك ما شاء الله. يا دار الجنة قلنا خاوتي كيف دايرة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. على كل حال في الألمان كاين هكذا خاوتي. وشنو لازم تقصد تروح للبعيد. المهم هذه هي خاوتي التونيل راهي على ريسانا. بعد الفاز كي خلص التونيل عاود نولو لكم. صلى على رسول الله تربح. بارك خوتي العزاز ما شاء الله. البحيره يا محينك بهدايره ولا طيب. بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. جنة الارض وخلاص. تمنيت اي واحد يكون معايا خوتي، والله تمنيتكم تكونوا معايا. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. بحيرة في الشباب مع الجبال مع الإخضرار راه داير حالة. الله يبارك خوتي ما شاء الله. إن شاء الله بلادنا تولي هكذا، تولي خير من هكذا كاع. الله يبارك ما شاء الله. عباكم الشميسة كي راهي تخبط يدي راهي تبان. المهم خوتي معليش المنظر، المهم منظر شباب وخلاص.
يبارك. المهم صلوا على رسول الله. هذو البلايص خاوتي منا كاع يولوا شابين، غابة والبحيرات والشمس اليوم، الناس راهي بارت وراهي راهي كاع هنا. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. عباكم مع اللي راني في الكار، ما عنديش وين الكار تتبوجي، ما عندك شغل ما يخرجش الاخر مليح. كيما دير تحصل، يدي تبان تبان. الله غالب خوتي. المهم صلوا على رسول الله. كاش بلاصة شابة واحدة أخرى نزيدو نصورو لكم. الله يبارك خوتي، قلت لكم يا دار الجنة كيفاه دايرة. المهم بعد الفاصل سنواصل صلى على رسول الله. جينا بلاصة واحدة أخرى ثانية خالتي في الشباب. الله يبارك ما شاء الله، جنة الأرض خوتي. الألمان وسويسرا كيف كيف. الألمان خوتي كي نقول الألمان راني نقول الألمان لتحتها، معندها بادن فيرتنبرغ والبايرن، ماشي الفوقة برلين وكاع نو، الفوقة ماشي كيما هكذا. شكون الغابة السوداء جاية لتحتها. الله يبارك ما شاء الله. شو ذوك لي بونغالو، واسمهم بالألمانية بونغالو، بالعربي الفرنسي بينغالو، خاص كان بزاف لي كريتيكي وهو مسكين ما يعرفش يعرف العربية ويهجيها. أنا يديرو سكي. أنا خوتي هنا في هنا في الشتا كاع تولي ثلج ويديرو سكي من الفوقة، يجو هابطين. وشنو خاوتي الشميسه كي راهي تضرب، الصوره ما تجيش مليحه مليحه، بصح هذا غالب خاوتي. ما عندنا ما ندير لكم، انا حابين نصور لكم باش نتوما تستمتعوا معنا. صلوا على رسول الله. الصوره هي اللي تعبر على روحها، ما نقدرش نهضر. الصورة معبرة خوتي. الله يبارك في الجرى الفوقية بحينك، ما عنيش قادر نستابيليزا يدي راي تهزاز. الله يبارك خوتي. مور هذا الجبل كاين بحيرة كومو تاني خوتي، شابة شبوب ولابوب. المهم انت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تضرب اللايك دعم خوك. نجي نرقد نلقى منظر شباب نزيد نصور لكم، نجي نرقد نلقى منظر شباب نصور لكم. شو شحال شابة هذه منها، شوف شوف الماء منين يهبط خاوتي، شوف الماء منين يهبط تاع الثلج. شوف الشباب خاوتي، منظر رائع جدا يهبط للتحت. المهم احنا نتمتعوا قريب نوصلوا لميلانو خوتي، دوكا ما بقاش شويه وندخلوا للحدود. كي ندخلوا للحدود خوتي ما عنده خلاص، كومو كومو الميلانو كان 50 كيلومتر. صلى على رسول الله خوتي. كل ما نقول ما نزيدش نصور نلقى روحي نزيد نصور. الطريق هذه خوتي المرة اللي فاتت كي رحت للريميني الطليان جيتها للربعة تاع الصباح ما بانت ليش هكذا، هذه المرة جيت صباح ما عندك شغل الطبيعة تهدر. ليك شتو هاك في دايرة خوتي، الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت لكم الطبيعة تهدر.
حنا كاين واحد المنتجات، كاين واحد البلايص خاوتي ما تأمنش عقلك، مخك يحبس. المهم صلي على رسول الله تربح وراك تتمتع مع اخوك. المشكل ما بقاليش بزاف في التليفون خاوتي، وراني حاب نصور شويه في ميلانو، يمكن نروح للسطاد تاع سان سيرو، راني حاب نروح نصور تاني. بصح جبت كاميراتي يا من تحت، معليش. صلي على رسول الله، ومن بعد ان شاء الله نكمل لكم التصوير. ولك انت لك بحيره منا، بحيره قد الدنيا. صلى على رسول الله تربح خوتي. شوفوا هذا المنظر هذا خوتي، قسم بالله ما على باش اسكو راكم تشوفوه كيما راني نشوفو انا. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك خوتي، احد المناظر هنايا. هنا مليح واحد اللي يكون عنده كارافان خوتي يدخل هنا يخيم. انا غير الغوابي اللي يعشق الغابه خوتي. كاين ناس ما عندها حاجه في الطبيعه، على كل حال اللي ما يحبش الاخضرار والطبيعه قلبه ميت. الله يبارك خوتي، راني نقول لك قالوا المصري مش حتقدر تغمض عينيك. نجي نغمض عيني نرقد نلقى روحي نصور. شوف شوف خويا، شوف شوف الابداع تاع سيدي ربي. شوف سبحان الله، لا اله الا انت يا ما شاء الله تبارك الرحمن. لوغانو لوغانو مابقاش بزاف عليها، هاي مليحه. بقات واحد بقات واحد 50 كيلو ولا وندخلوا الطاليان. ومن بعدايا كاين واحد البلاصه كومو ثاني مخك يحبس. المهم صلوا على رسول الله ونكمل لكم التصوير. شنو هم ساكنين هباك تطيح حجره من الفوق يا محينك، حجره غير صغيره يطربقوها. ديك تشوف الناس وين ساكنه، شوف والجبال قد منه، شوف يا محينك قد منه. الله يبارك ما شاء الله، شوف خا يا خا شحال بعيد خاوتي. يمكن بالكاميرا ما تبان لكمش خاوتي كيما العين المجرده. شوف شوف الناس ساكنه يا محينك، شوف لتاع شوف الناس وين ساكنه، شوف الحب. خا يا خا والله غير تنباهر سبحان الله خاوتي. خاوتي عباك شنو تنباهر بصنع الخالق، وتنبهر خوتي بصنع المخلوق. الخالق صنع الجبال، والمخلوق صنع الطرقات في وسط الجبال والنظافة خوتي. الله يبارك ولي فيراج هادو يا محينك. شوف 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 الناس وين ساكنة، ساكن في كارت بوستال الحب. ومن بعد تجي تقول لي كاين خطرة في الجزائر، قال لك تروح لواحد البلاصة منا سماوها لي في الجزائر. رحت ليها اقسم بالله العظيم غير واسفاه يا بلادي اللي كنق عليك يا محينك. راح يخرج من التليفون، راح يخرج من الكاميرا يا جدك. الله يبارك ما شاء الله، شوف شوف سبحان الله سبحان الله خوتي. من هنا ونحبس انا نصلي على الرسول ونقعد نتفرج شويه بعينيا. بزاف ما نفرجش، راني غير نصور لكم. على كل حال ما شوف صار فيكم، زيد صلي على الرسول تربح. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. خوتي شوفوا الناس وين تكون بيا محينك، هذو كاع كامبينغ خوتي. الجبال يم، شوف 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 الناس وين تكون بيا محينك. الناس اللي تعرف تعيش تجي في وسط الغابة يا محينك، ويجوزوا هنا شهر ولا شهرين ولا بصحتهم. صلى على رسول الله خوتي. وصلنا للبحيرة اللي قلت لكم عليها تاع كومو. غمضت عيني شوية غير راحت لي يا محينك، غير راح لي المنظر. والمنظر شباب بزاف خوتي، الله يبارك ما شاء الله الله يبارك. شفتوا خوتي نجيبكم غير للبلايص الزينين. شوف 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 ذوك الناس وين ساكنه، شوف شوف الناس وين ساكنه الفوق يا محينك. هيا راحت
صلى على رسول الله. عدنا العود احمد. الحدود السويسريه الايطاليه. شوف دوكا كي نجيو ندخل الطاليان ما يقلبوك ما والو. علاش؟ باسكو راك جاي من دوله قويه. هاك شوف حبيبنا البوليس راه طالق العطايا هنا ما على بالوش كاع بجد يما. حامل علامات الفوقه. هذه هي بيان فينيتو ان ايطالي راغازي. كاتبينها بون فونوتي ان ايطاليا لاغو دي كومو وي ار اوبن. هذه هي الحدود خوتي. هذه هي الحدود السويسرية الإيطالية. سهلة مهلة تبع في كل بلاصة. شوف خوتي هذوك اللي هيك عايشين في سويسرا وهذو اللي منا عايشين في الطاليان. سبحان الله بيناتهم لا صور لا حيط لا إيصالة في صالة والو. فورتون هذو كانوا في القرون اللي فاتوا كانوا يتكارهوا ما تأمنش عقلك. هذيك يلا انا في ايطاليا خوتي حاليا انا في ايطاليا. انا راني دايخ مرقدش 24 ساعه وما قدرتش نرقد. الله يبارك مورايا وحده الذراري خوتنا من افريقيا كيما انا هبلونا اقسم بالرب الاله غير مرضوني بصح لاباس سو فابيان. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. خوتي هذا هو المنظر اللي كنت حاب انايا نوريكم فيه. هذه هي كومو. هنايا وصلنا كومو بلا كنت غلط خوتي. او راحت دوكا نلقاوها. صلى الله على رسول الله. خوتي منا منظر رائع جدا. هبال 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 هبال. كي جيت المره شوف 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 المره اللي فاتت خوتي كنت حاب هنايا نحبس بالطوموبيل ونهبط مي انتردي. شوفوا خوتي مال تحتها يا محايلك حال شابه. شوف شوف مع البحيره خوتي في الشباب. هاو البياج. هذا هو اللي يكره لكم حياتكم في اوروبا. كل دوره تخلص كل دوره تخلص حتى يعيفوك في السفر حتى يعيفوك تفواجي بطونوبيلتك. كل دوره تخلص. هيا صلوا على رسول الله. اي حاجه انا تنتريسيني نوريها لخوتي ونصورها لكم. صلوا على رسول الله. وصلنا ميلانو خوتي. انا وصلنا مدينه ميلانو دوك ان شاء الله نحبطوا في هذاك لاري ونعاودوا نصور لكم. هاي تغيب مت نورمالمون يخلصوني جبت لهم الشتاء. صلوا على رسول الله. وصلنا خوتي ميلانو. هذه رانا هنا يا خوتي ميلانو. وصلنا قد بقات 10 دقائق اجي الدوزيام اللي يروح الريميني. المهم صلوا على رسول الله. السخانه راهي مليار راه الشهيلي مليار. المهم خوتي تهلاو في رواحتكم. صلوا على رسول الله. يمكن الفيديو يحبس هنا باسكو طويل بزاف. اذا قدرنا كش ما نصور لكم ما كاش خوتي نكمل لكم المره الجايه الجزء الثاني. صلى الله على رسول الله. ضرب لايك دعم خوك. سلام خوتي. مازلنا في لامبونيانو خوتي وسطات تاع سان سيرو. منا سطات تاع سان سيرو منا 2 كيلومتر. كنت حاب نروح ليه وبصح درنا الروطار في الحدود كما قلت لكم خوتي. راني خايف نروح تروح عليا الكار. المره الجايه ان شاء الله نروح له. صلوا على رسول الله. نمدوا شويه حمام نمدوا شويه قاطو ندوا الاجر. صلوا على رسول الله. هذيك خوتي ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. المهم هذه هي خوتي. هذه البلاصه دائما كل ما نجي لهنا لومبونيانو خوتي لازم نجي ونضرب طله لازم نجي ونضرب طله ونبدل الحمام هذوك ياكلوا. المهم صلوا على رسول الله. نروح نشرو قهوه. هذه هي لامبو يعني خوتي دخلها من هي ولا منا. منا خوتي اللي حاب يروح للتران ولا حاولك منا تروح للتران تحت الارض وتروح لميلان وتروح وين ما بغيت. حاب تشري كاش عفسه منا.
سخانه يتقطع الشيلي خاوتي راه مليا. المهم نروحوا خاوتي نشرو قهوه كما قلت لكم ونجو نقعدوا هنايا اونكاتر باسكو انايا 517 شنو راح نضرب طلال هيكا ونجي. المهم خاوتي هنا الفيديو يخلص ان شاء الله. تهلا في روحتكم نحبكم في الله عزيزين الناس الزينين. السلام عليكم خاوتي. كاينه حاجه هنا ثاني في لومبونيانو في وسمو شرينا قهوه على كل حال في لومبونيانو خاوتي. هنا ثاني عوم وعس حوايجك خاوتي ولا عوم بحوايجك. هنا ثاني خاوتك يدوروا ما شاء الله تغفل لي طايره ولك عينك تسمى الفو دائما تفتح عينك مليح. هذه هي صلوا على رسول الله. والدود وريحه الزطله اوبال في كل مكان. المهم هذه هي ربي يحفظ الجميع ويهدينا ان شاء الله. صلوا على رسول الله. خاوتي ركبنا في الكار تاعنا الحمد لله غير 20 مينوت ولا نص ساعه وجات عندي شاد بلاصتي كيما راكم تشوفوا الناس يتعمر الحمد لله ليه ولاباس وتوفر. المهم كاينه حاجه هنا خاوتي في الطليان لا اونغلي لا والو صدقوني بالله يا هذا غير طليانية تقول له اونغلي شغل ضربتو بزقلة. المهم خاوتي صلوا على رسول الله ومن بعد نكمل لكم التصوير. الله يبارك دي مارينا في الوقت خاوتي. خاوتي راهي الزوج 46 و32 درجة تعرف خاوتي انت قاعد وتعرك. المهم الحمد لله والشكر له ودي مارينا بقى على خير ميلانو الحمد لله. اللي ما رحتش لسطات تاع سان سيرو باسكو لو كان رحت لسطات سان سيرو اقسم بالله غير نحصل غير يروح عليا ترا يروح عليا الكار. المره الجايه ان شاء الله يمكن نجو لميلانو نبات فيها يوم ولا يومين نروح لسان سيرو ونروحوا للمدينه ان شاء الله وكاع كل شيء. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. صلوا على رسول الله. هذه هي الطريق للريميني كي نوصلوا للريميني نصور لكم في الطريق دوكا ما نصور لكم والو باسكو ما كاين والو في الطريق كي نوصل عند صاحبي ان شاء الله يجي يديني نصور لكم. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. تهلاو في روحتكم ونتلاقوا في ساعه زينه الناس الزينين. سلام. يضرب الله يدعم خوك يا جدك ما تقعدش غير تشوف راهي غير تزيد سخانه يا محينك كل مره نهبط تحت جيت الجنوب راهي تزيد وقت كي نوصل لريم بلقى 50. صلى الله عليه وسلم. خاوتي الداري الاولاني بارما درنا كي نجونا من ميلانو باش نروح للريميني الداري الاولاني بارما هذا سخانة راهي غير تزيد يا محاسن شوف شحال زاد ديما 37 هبط شوية سخانة يتقطع كوماج ديال الكليماتيزور نهذبنا. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. رانا خارجين من بارما هذه هي دوكا بقالنا هاديك بارما مكتوبة ليا. المهم خاوتي بقاونا شحال واحد الزوج سوايع ان شاء الله نوصلوا للريميني اذا حب ربي. اذا كان يزرب بشويه نوصلوا بكري اذا كان بو بقره يمشي غير بالعقل راك تعرف نزيدو نتعطلو. هيا صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. هادو هما اللي ياكلوا لكم دراهمكم في اوروبا بياج. كاين بزاف دوكا اللي يقول لك كيف هي كل دراهمكم لازم تخلص بصح واش الشحطه اخويا شحال غاليه سورتو في الطاليان. صلى على رسول الله. طريق بولونيا خاوتي عودنا ولعود احمد وخاوتي بعد ما رقدت شويه رانا في بولونيا نديرو 10 دقائق ثاني خاوتي يرفد الناس منا. السخانة راهي تقطع راهي 37 درجة برا راهي 6 ان شاء الله نوصلو 7.5 ان شاء الله نرمو نوصل قالت 120 كيلو على ريمين. المهم صلوا على رسول الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله. هيا صلوا على رسول الله. ما
نزلنا بولونيا ما خرجناش، انا خارجين على كل حال. بولونيا تحسها عادي، تحسها صافا شوية، ماشي ذيك المدينة واو ولا، بصح عادي عادية، واسعة كبيرة. خاوتي كاينة حاجة باغي نقولها لكم، اوروبا خاوتي قد ما تطلع للفوق قد ما نقى يولي كاين، وقد ما يولي كاين انضباط، وقد ما يولي كاين راك فاهم تولي كاين القانون، وقع قد ما تهبط للتحت قد ما الانضباط ينقص وتولي لها ماجستان، والناس تكتب على الحيوط وريحة المخدرات في كل جهة كيما قبيلة في ميلانو. ما عندها تسمى مشي ريحة المخدرات من زعما يتولي المخدرات عادي، ما انت شغل تتحط في الطابلة ويتكيفوها عادي فاهم، ما انت الانضباط ينقص القانون ينقص. المهم هذه هي خاوتي، ومشي غير على المخدرات خاوتي، ما انت على القوانين على بصح كاينه حاجة ثانية خاوتي باش الانسان ما يكذبش، قد ما تهبط خاوتي للجنوب معناتها تروح جهة مارسي ولا تروح مونبولي ولا تروح كيما راني في الطليان ولا تروح لاسبانيا خاوتي تلقى الفرحة، تلقى الشميسة والستريس ما كاش والتقلق ما كاش، وتلقى الناس فرحانين والناس يضحكوا. حنا خاوتي في الألمان لو كنت تلقى واحد يضحك، حنا عباك خطأت في الخدمة تضحك يقول لك يا خويا كيف راك تضحك، ضحكنا معاك راك فاهم، من كثرة الحياة صامتة وباردة والناس لقيا والناس لاخو يبداو يحكوا غير حكاية الجايحين باش يضحكوا. قلت لكم خاوتي تلقاوهم هنا في الجنوب يضحكوا ويقصروا ويلعبوا والدنيا هانية والبطيعهم. المهم هذه هي خاوتي، ما تديش كلش، ندو كلشي ان شاء الله في الجنة. المهم هذه هي وهذا هو، تعيش الفوق، الخدمة كاينة والبرد كاين واللقية كاينة، تعيش لتحت شميسة كاينة والضحك كاين وناقصة شوية خدمة، وهذه هي وخير انت وين تروح. وعلى كل حال كل واحد ومكتوب هو، كل واحد ربي وين كاتب له خبزته، كل واحد وين قدر يدير كوارتو. انا خارجين دوكا استرادا كما يقولوا لهم لوطوروت، ان شاء الله 120 كيلو ساعة ونص ان شاء الله نكونوا في الريميني. نعود نكمل لكم التصوير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وضرب اللايك دعم خوك، ومن بعد ان شاء الله نكمل لكم التصوير. والسخانة خاوتي دوكا راهي برا، راهي 6:24 والسخانة دوكا نقول لكم شحال راهي، راهي 36 زاد طقس الدرجة، وقبيلة كانت 38 ابن عمي. هيا خاوتي بعد الفاصل سنواصل. صلى الله على رسول الله. وصلنا والرابع شير. اي اخويا كيف وزنك سما؟ اسمع عشتك خويا كان دار حبيبي يا اخويا كيف وزنكم؟ الحمد لله سما خاوتي وحبيبي سلم عليكم اسكندر وبشير حبيبي وخاوتي ربي يحفظكم. المهم خاوتي وصلنا حبيبي يا ربي تهلاو في روحتكم، وغدوه ان شاء الله نزيد ندير لكم فلوق واحد اخر. تشاو السلام عليكم.